في الحالات اللي شبه كده الواحد مشاعره بتبقى مختلطه يعني متلخبط. كان يعني عايز اقول ان هي كانت قريبه قوي انك تلعب على كاس العالم، ودي حاجه في الخيال بتحس ان دي حاجه عمرها ما هتتكرر تاني، فارجوكوا استغلوا اللحظه. وبعدين بتقول لنفسك طيب هو ليه ما تتكررش تاني، ما هي اتعملت اهي. دي الرسالة اللي عايز اقولها للمنتخب المغربي، كرروها تاني ارجوكوا. بصوا على كرواتيا، كرواتيا حديثة النشأة تعتبر في كرة القدم الاوروبية، بس سيمي فاينل كاس عالم في 98، سيمي فاينل كاس عالم 2018، سيمي فاينل كاس عالم 2022. احنا نقدر دايما نعمل ده. فتعالوا نقول ان الانجاز المغربي انه رفع سقف طموحنا زي ما تامر قال، وتعالوا نقول ان الانجاز المغربي انه علمنا نحلم. وخلينا نقول حاجه تانية مهمه، اي حد النهارده حاسس انه زعلان محتاج يفهم شويه كره القدم، يفهم شويه ان المساله كلها متعه. وبالتالي هي كره القدم من وجهه نظري هي عباره عن لحظات ممتعه، لحظات ممتعه ما بتتنسيش. بمعنى انك تسالني مثلا ايه اكتر لحظات حبيتها في الكوره، هقول لك اوبا بص فاكر الجول بتاع رونالدينيو في ديفيد سيمن، فاكر جول بتاع ليو ميسي اللي رقص فيه الفرقه كلها، مارادونا في الارجنتين، لحظات حلوه. المنتخب المغربي عايشنا كم من اللحظات الحلوه اللي اكيد مش هتتنسي. احنا كان عندنا احلى جول في تاريخ الوطن العربي في كاس العالم، اعتقد كان سعيد العيران في البطوله دي في بلجيكا 94. البطوله دي احنا عندنا جول من احلى جوان العرب في كاس العالم، عندنا جول من احلى جوان البطوله للمنتخب المغربي، عندنا لقطات حلوه، عندنا مباريات جامده. وكره يميك النهارده دي بقى الحاجه الاخيره، انا مش عايز، انا عمري ما كنت بقول الكلام ده، بس انا حسيت النهارده انا كانها مش عايزه. فيعني الكره بتاعت يميك دي لو دخلت جول كان بقت احلى جول في كاس العالم في تاريخه، سجلها مغربي في سيمي فاينل كاس عالم قدام فرنسا بطل العالم، بس ما كانتش عايزه. بس مش فارقه، هي عايزة. يمكن بس مكتوبه باسم مصطفى حجي، هي بس حجي هو اللي بيعرف يعملها. بس عايزه او مش عايزه بقى، خلينا نخليها عايزه بالعافيه، خلينا نحاول تاني وتالت ورابع، خلينا نجرب تاني وتالت ورابع، خلينا نطلع من المونديال ده نقول ان التحدي الجاي ان احنا مش هنقبل باقل من كده. التمثيل المشرف مات في 2022، مات. ودلوقتي اللي عايز يشرفنا ويسعدنا يلعب ند للند مع الابطال. وبصراحه في الحته دي المغرب عملت اللي ما حدش قبل كده عمله، كانوا ند للند. احنا بنقعد نقول ان روجيه ميلي عظيم، الجيل بتاع نيجيريا عظيم، ليه؟ لان الناس دي 90 عظيم. ليه؟ لان احنا لان الناس دي لعبت ند للند. انا اول مره في البطوله دي احس ان العرب ند للند، ند للند للدرجه اللي خلتنا فعلا زنقين منتخب الفرنسي في منطقه جزائه حوالي نص ساعه. صحيح منتخب فرنسا عمل ماتش تكتيكي كبير كمان، لكن في النهايه كانت ممكن الكره تدينا، ما ادتناش، بس احنا راجعين وهنحاول مره تانية ان شاء الله في كاس العالم الجاي.